نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع ووصولا إلى التصنيع المتكامل، وبما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، مع الأخذ في الاعتبار أيضا المردود الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبيئيا وصحيا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، وقد صرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطة الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة. هذا وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي نماذج من السيارات الكهربائية المزمع توطين صناعتها محليا. أكد الرئيس السيسي أن جائحة كورونا لا تزال تمثل أزمة إنسانية بوجه عام، مشيرا إلى أن مصر استطاعت تجاوز الكثير من تبعات الأزمة من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية أثبتت نجاحها وفعاليتها. تأكيدا جاء خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية. قد حرصت على أن أشارك معكم اليوم في هذا الحوار المهم حول التعافي من الجائحة ومستقبل النظام الدولي في عالم جديد، آخذ في التشكل أمامنا يوما بعد يوم. فبعد أكثر من عامين على بداية أزمة دولية عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت في تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة، أظنكم ستتفقون معي أن أي محاولات للتغلب على تداعيات تلك الأزمة لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي. فلقد كانت جائحة كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام، لا أزمة صحية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب. ولقد استطاعت مصر تجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية أثبتت نجاحها وفعاليتها ونبذل في الوقت الراهن جهودا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية، مكنتنا من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم كافة الصعاب التي واجهناها ولا نزال، وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها. بل واستطاعت مصر أيضا رغم الأزمة أن تنفذ مبادرات طموحة لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجا من خلال مبادرة حياة كريمة،
ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر من خلال برنامج تكافل وكرامة، مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة، فضلاً عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي والرقمنة. كما أكد أيضا الرئيس السيسي أن أزمة كورونا كشفت عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، وفي هذا الصدد أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة إيجاد حلول فعالة للتغلب على مواطن الضعف تلك، وجعل النظام الدولي أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات العالمية الطارئة وتبعاتها. تقتضي منا الصراحة التسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلي عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها. ولهذا فأود أن يكون حديثي معكم اليوم حول مستقبل النظام الدولي خلال السنوات القادمة وقدرته على الاستجابة للأزمات العالمية الطارئة وتبعاتها متعددة الأبعاد. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أطرح عليكم مجموعة من التساؤلات. هل يمكن لنا تحمل تبعات استمرار وجود نحو 61% من قوة العمل في العالم في إعداد الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن افتقار نحو 4 مليارات إنساني للضمان الاجتماعي؟ إذا كانت الإجابة بلا وأظنها كذلك، فيصبح التساؤل المنطقي الثاني: هل لدينا القدرة على الخروج جماعيا من الأزمة والتطلع إلى مستقبل أفضل؟ وإذا كانت الإجابة نعم وأظننا نريدها كذلك، فأي طريق نسلك؟ هل نستمر على السياسات القديمة أم نحاول البحث عن سياسات جديدة؟ كما أكد الرئيس السيسي على ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة. تأكيد الرئيس جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس كازاخستان قاسم توكاييف، وقد صرح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة. من جانبه أعرب الرئيس الكازاخي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لا سيما في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي في محيطها الجغرافي، مؤكدا اهتمام كازاخستان المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين. في ساعات الصباح الأولى شنت روسيا هجوما عسكريا شاملا لأوكرانيا من البر والجو والبحر، ومع بدء الهجوم سمع دوي الانفجار في العاصمة الأوكرانية كييف، وانطلقت صافرات الإنذار في أنحاء المدينة. قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الجيش الأوكراني إن معارك تدور حول قاعدة عسكرية قرب العاصمة الأوكرانية كييف. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز للأنباء بسماع دوي صافرات الإنذار في كييف، وأضافت أيضا رويترز أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير 74 هدفا عسكريا في أوكرانيا، فيما أكد وزير الدفاع الدنماركي أن الجيش الدنماركي سينشر حوالي 200 جندي بقوات الناتو في أستونيا في أوائل مارس القادم. وذلك بالتزامن فقد أعلن الكرملين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستتواصل طالما كانت هناك حاجة لذلك، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب بشكل واضح عدم نشر هجوم أو نشر أسلحة هجومية في أوكرانيا.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بتحطم طائرة عسكرية أوكرانية أعلمتها 14 شخصا قرب العاصمة كييف حسبما أعلنت خدمة الحالات الطارئة الحكومية. ولفتت الوكالة إلى سقوط الطائرة قرب بلدة تريبليا على بعد 50 مترا جنوب العاصمة الأوكرانية. كما نشرت أيضا وزارة الداخلية الأوكرانية لقطات مصورة لمروحيات عسكرية تحلق فوق ضواحي العاصمة كييف. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحية تابعة لروسيا، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي عن عملية عسكرية في أوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس في جنوب شرق أوكرانيا. وفي كلمة وجهها للشعب الروسي شدد بوتين على أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. في عام 2021 من جديد قد اتخذنا محاولات للتوصل إلى اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة وناتو لعدم تمدد الناتو شرقا. كل هذه المحاولات لم تتكلل بنجاح، فالولايات المتحدة لا تعتبر الاتفاق مع روسيا بكل هذه المسائل المفصلية. توسع الناتو شرقا وبدء الاستكشاف للأراضي الأوكرانية عسكريا، فكل ذلك غير مقبول تماما. قال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقال البيان إن زيلينسكي طلب من بايدن أن يدعو زعماء العالم للتحدث وبوضوح ضد عدوان الرئيس بوتين الصارخ والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وشركائها أيضا سوف يفرضون عقوبات شديدة على روسيا. وبدوره أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده سوف تواصل تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا وللشعب الأوكراني. إلى ذلك دعا السفير الأوكراني لدى بريطانيا حلف شمال الأطلنطي الناتو لفرض حظر للطيران فوق أوكرانيا لوقف الهجمات الروسية. وخلال مؤتمر صحفي أوضح السفير الأوكراني أن بلاده تتعرض لهجمات روسية على كل المحاور، وأشار إلى أن لدى بلاده قائمة بالعقوبات التي تدعو لفرضها على روسيا، ومن بينها فرض عقوبات قاسية على البنك المركزي الروسي بحسب تعبيره. دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بيلاروسيا إلى عدم المشاركة في الهجوم الروسي على أوكرانيا في وقت تستخدم فيه روسيا وفقا لكييف الأراضي البيلاروسية للهجوم على أوكرانيا. وقال ميشيل إن شعب بيلاروسيا لديه الخيار بعدم المشاركة في مأساة غير مجدية ضد جيرانه في أوكرانيا. With our allies, we'll hold Russia accountable. The European Council will convene today and will agree in principle on a package of massive and targeted sanctions. We'll also decide on political, financial and humanitarian aid for Ukraine and its people. Ukrainian cities have been hit, innocent people killed, women, men, children are fleeing for their lives. Mr. Prime Minister. We'll be right back.
حملت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين روسيا المسؤولية على الانتهاك الصارخ لوحدة أوكرانيا وسيادتها. وفي مؤتمر صحفي مشترك بين الناتو والاتحاد الأوروبي أكدت أرسولا أن هناك حزمة من العقوبات قوية على روسيا تنتظر موافقة قادة الاتحاد الأوروبي. وبدوره أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الهجوم الروسي يعد انتهاكا للقانون الدولي، وهو هجوم غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، موضحا أن بوتين شن عدوانا غير مبرر على أوكرانيا. وسبق المؤتمر الصحفي المشترك إعلان أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ عقد اجتماع لزعماء الحلف غدا لبحث الخطوات المقبلة والرد على العدوان الروسي ضد أوكرانيا. وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف قرر زيادة قواته في الجزء الشرقي، موضحا أنه دعا روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا وفورا. رغم الإنكارات والمعلومات المضللة، فإن نية الكرملين واضحة للعالم حتى يراها. قيادة روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تحركاتها المتهورة وعن حياة الناس الذين قتلوا. الناتو يندد بغزو روسيا لأوكرانيا بأقصى العبارات، إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحرك عدواني ضد دولة مستقلة ومسالمة وذات سيادة وتهديد جدي للأمن الأطلسي. نحن ندعو روسيا لأن توقف عملياتها العسكرية فورا وتسحب قواتها من أوكرانيا وتختار الدبلوماسية. من جانبه، دعا المستشار الألماني أولاف شولز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا فورا، مؤكدا أن القادة الروس سوف يدفعون ثمنا باهظا. وفي كلمة له أكد شولز أن الاتحاد الأوروبي والناتو ومجموعة السبع ستفرض عقوبات شديدة ضد روسيا. وأضاف المستشار الألماني أن برلين تؤكد استعدادها لتقديم مساعدات كبيرة لبولندا في حال حصول أو في حال حصل تدفق لاجئين بسبب الوضع في أوكرانيا. أدعو لاتخاذ موقف موحد من هذه المجموعة فيما يتعلق بماذا يحصل في أوكرانيا. ولقد أجرينا مشاورات وهي مستمرة مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى حلف شمالي الأطلسي، وذلك لاتخاذ عقوبات وإقرارها ضد روسيا، وهي عقوبات كنا قد حضرنا لها. فضلا عن ذلك، نريد أن نوضح للقادة الروس أنه عليهم أن يدفعوا ثمنا باهظا بشأن ماذا يفعلونه. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ارتكب خطأ جسيما. دعوني أقول أيضا شيئا بالنسبة للحلفاء في شرقي أوروبا، منها رومانيا وبلغاريا ودول البلطيق. أقول لهم أنني أتفهم قلقكم وسنقف إلى جانبكم. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده سوف تعمل على حماية الرعايا الفرنسيين المتواجدين في أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي حول الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس الفرنسي أنه سيكون هناك عواقب طويلة الأمد ردا على ممارسات روسيا في أوكرانيا. توقعنا معا هذه الأزمة، وذلك من خلال بدء حوارات مكثفة مع حلفائنا ومن خلال الشركاء الأوروبيين. فعلنا كل ما بوسعنا لإيقاف ما حدث في أوكرانيا، ولكن نحن الآن مستعدون لهذا الاعتداء وسنرد بكل برودة أعصاب وبكل عزم وبكل اتحاد وتوحيد. وسنتخذ قرارات من خلال اجتماع مجموعة السبع بالإضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية مساء اليوم بالإضافة إلى اجتماع دول الأعضاء في الناتو في الساعات المقبلة. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة له على موقع تويتر أنه سيتحدث إلى زملائه في قادة مجموعة السبع، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل لجميع قادة حلف شمال الأطلسي ناتو في أقرب وقت ممكن.
ومن جهة أخرى قال مصدر حكومي بريطاني إن جونسون سوف يلقي كلمة أمام الأمة في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل التحدث إلى قادة مجموعة السبع في الإدلاء ببيان أمام البرلمان بشأن حزمة جديدة من العقوبات. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية على أوكرانيا. وأضاف بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار سوف تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية، مشيرا إلى أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سوف يحدثه هذا الهجوم، مضيفا أن العالم سوف يحاسب روسيا. وفي ظل التصعيد العسكري اقترح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عقد محادثات بين روسيا وأوكرانيا في مينسك. وقد أكد الرئيس البيلاروسي أن جيشه لن يشارك في الهجوم على روسيا أو عفوا في الهجوم الروسي على أوكرانيا، غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن قوات بلاده قد تشارك في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا إذا تطلب الأمر. Дипломатичні відносини з Росією. Die Ukraine zu verlassen. To offer the continued support of the UK. Ukraine is free and independent. Снимут некоторые дискриминационные, по сути дела, условия функционирования этих активов по сравнению с другими видами финансовых активов. Что касается криптовалюты, то мы здесь поддерживаем взвешенную позицию Минфина. حالة التمييز في القطاع المالي.
وفيما يخص العملات الرقمية نحن نريد أن نقترح عدم التسويف في اتخاذ قرارات تقنينية وقانونية في هذا الصدد. عموما نحن نعزز العمليات الاستثمارية ونتحدث هنا عن إتاحة المجال للشركات لتنجز استثماراتها بشكل عام بما فيها تلك المشاريع خارج إطار الشركات، وأن يكون هناك تشكيل لشركات كبرى، وذلك وفقا للقانون الروسي وإزالة العقبات والحواجز وكذلك تعزيز النظام الضريبي حتى يتم السماح بالاستثمارات لكل الشركات. ونتمنى أن يجري حوار بين وزارة المالية والحكومة وأن تستحضر هذه النقاط، فهناك مشاريع عديدة تعمل على تقييم الاستثمارات في كبرى الشركات. منطلقنا هو الآتي: روسيا لن تنغلق على نفسها وستظل جزءا من الاقتصاد العالمي. نحن لن ننسحب من الاتفاقات الدولية ولن نتخلى عنها، خصوصا اتفاقيات التعاون وتحديدا مسألة البيئة والمناخ. ومن الجدير بالذكر أن شركاءنا في الخارج عليهم أن يعرفوا أن مسألة العمل لمواجهة التغير المناخي وخدمة البيئة هذا الأمر سنظل منخرطين فيه من أجل شعبنا ومن أجل البشرية. يمكن أيضا أن نتعاون في قطاعات ومجالات أخرى مثل النظام الضريبي، وكذلك يمكن أن نتعاون في فرض الضرائب، وروسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي. روسيا الاتحادية أيضا ستعمل على اتخاذ اللازم إذا اتخذت قرارات ضدها، وأنا أرى أنه يمكن أن نعمل معا بشكل فاعل، ليس حسب الأجندة الحالية وإنما حسب التغيرات المستقبلية. شكرا جزيلا. أود أن أقول إن كل ما يجري هو ضرورة ولا مفر منها. نحن نقول إن المخاطر الأمنية كانت قد تبلورت مسبقا ولا يمكن أن نحل المشكلة بطرق أخرى، ما كان لنا حل آخر. وأنا أقول إننا لم نكن لنتحرك أي شبر إلى الأمام إذا كان هناك بدائل، لكن لم تكن هناك بدائل. كانت هذه الحلول ضرورية لأن وجودنا كان على المحك، ودولة وجود دولتنا كان على المحك. علينا أن ندرك طبيعة العالم الذي نعيش فيه، ونحن حذرنا نفسنا. أشوم сказал президент Российского союза предпринимателей промышленников и предпринимателей. Шохин Александр Николаевич, Россия остается частью мировой экономики. И в этой связи... تابعنا مع حضراتكم جانبا من اجتماع بوتين مع رجال أعمال روس، حيث استعرض كيفية مواجهة العقوبات الغربية. مشاهدينا الكرام، نشرة السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها. مصر تتابع وضع الجالية المصرية بأوكرانيا، وتشكل أو تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف.
تتابع مصر بقلق بالغ التطورات المتلاحقة المتصلة بالأوضاع في أوكرانيا، وتؤكد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي. هذا وفي هذا الإطار أو في إطار التطورات المتسارعة حاليا على المشهد في أوكرانيا، تتابع سفارة جمهورية مصر العربية في كييف على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المقيمة في أوكرانيا، فضلا عن نشر الإرشادات الواجب اتباعها وأرقام التواصل معها. كما ستقوم السفارة في كييف بموافاة المواطنين أولا بأول بما يستجد من إرشادات في هذا الشأن. وفي ضوء مستجدات الموقف بأوكرانيا، أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، أعلنت تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا، مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريون. وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه يتم حاليا التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولا وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة. كما أكدت الوزيرة أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج في إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، وذلك للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك باستمرار مع الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف على هذه المتطلبات في المرحلة الحالية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، واستهدف الاجتماع متابعة الموقف في ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية بما يسهم في توافرها بالأسواق وتخطي هذه الأزمة العالمية. وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي، وهو ما أسهم في تخطي أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسؤولي البنك المركزي على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية في التنمية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الدولة تعمل على إدارة الثروات المعدنية لديها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها في إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوافرة في مصر، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون لدينا حصر دقيق بكميات الفوسفات عالي الجودة في مصر، مع ضرورة أيضا السعي للتوقف عن تصدير الفوسفات الخام والعمل على تنفيذ مشروعات تحقق قيمة مضافة من هذا الخام. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير البترول طارق الملا لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج وتوفير خام الفوسفات عالي الجودة. وقال رئيس الوزراء إن الدولة لديها عروض من جانب عدد من المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات تحقق هذه القيمة المضافة، ولذا يجب أن تتوافر دراسات وأرقام وإحصاءات دقيقة بالإضافة إلى إعداد خطط استكشافية للخام عالي الجودة في مصر. هذا وأخذ شهد الاجتماع عرض تقرير حول تناول خريطة تركز خام الفوسفات على المستوى المحلي والتي تتركز بمناطق البحر الأحمر ووادي النيل وأبو طرطور، كما تم أيضا توضيح أوجه الاختلاف بين مخرجات تلك المناطق من خام الفوسفات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في دعم قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية في ضوء أهميتهما في النهوض بالصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد. هذا بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتشغيل
قد ترتقي بمعيشة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وخطط الوزارة، على رأسها التوسع في إقامة المجمعات الصناعية في مختلف القطاعات باعتبارها محركا رئيسيا لدفع قطاع الصناعة الصغيرة والمتوسطة بهدف مضاعفة مساهمته في إتاحة فرص العمل للشباب وتعميق التصنيع المحلي بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. كما تطرقت الوزيرة إلى الخطوات التي تتم في إطار دعم الصادرات المصرية، لافتة في هذا الصدد إلى البرامج التي تستهدف من خلالها الوزارة مساندة الصادرات بهدف الحفاظ على الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة للتسويق للمنتجات المصرية لا سيما في أسواق القارة الإفريقية. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية بمصر وبالتعاون بين الجهات المختصة بالقوات المسلحة والمؤسسات المعنية بالدولة، سوف يتم عقد الدورة الثانية للملتقى الدولي السنوي لطلاب الدراسات العليا بالخارج. الدورة تعقد عبر الإنترنت تحت عنوان تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة يومي 26 و27 من الشهر الحالي. وتأتي هذه الدورة برعاية وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الإلكترونيات، وتستهدف إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات البازغة التي تخدم احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالية والمستقبلية أيضا، بالإضافة إلى خلق مجال للتواصل بين أصحاب المصالح المختلفة مع توفير فرص للتعاون بين مختلف الباحثين في مجال الأجهزة الطبية والأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة. ويقدم الباحثون المصريون والأجانب خلال الملتقى أحدث ما تم التوصل إليه من البحث العلمي من تكنولوجيا الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة. ويشارك بالملتقى أيضا عدد من الشركات وذلك على منصة ويبكس عبر الإنترنت. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. بنطاق محافظة الإسماعيلية، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة مكبرة استهدفت بها عدداً من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية القائمة على إعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين وأماكن تخزين تلك المواد. وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، نجحت الحملة في ضبط 9 قضايا مواد مخدرة بلغ عدد المتهمين فيها 22 متهماً بحوزتهم قرابة نصف طن من مخدر البانجو و 344 كيلوغرام ونصف من مخدر الحشيش و 8 كيلوغرامات ونصف من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الأفيون. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري وهواتف محمولة و4 سيارات ودراجة نارية والأدوات المستخدمة في إعداد المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 38 مليون جنيه. جهود الإدارة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تواصلت لتجفيف منابع المخدرات، فقد استهدفت وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت عناصر تشكيل عصابي من ذوي السوابق الإجرامية
اتخذوا من بؤرة إجرامية بالدقهلية وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية للدفاع عن تلك التجارة غير المشروعة، ونجحت الإدارة في ضبطهم وبحوزتهم 63 كيلوغرام من مخدرات البانجو والحشيش والآيس وثلاث قطع سلاح ناري وسيارتان وأدوات تستخدم في إعداد المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب3,500,000 جنيه. نجاحات الإدارة تواصلت، فقد تمكنت وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب وترويج مخدري الآيس والحشيش، واتخذ عناصره من دائرة قسم شرطة سافاجا بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. ضبط عناصر التشكيل تم في كمين أعد لهم أثناء استقلالهم سيارة ودراجة نارية وبحوزتهم 20 كيلوغرام من مخدر الآيس و25 طربة من مخدر الحشيش، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة ب40 مليون جنيه. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. جدد وزير الخارجية سامح شكري تأكيد على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي ودوله الشقيقة، وخلال استقباله لأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أشاد شكري بمذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس التعاون الخليجي حول آلية التشاور السياسي، بما يؤكد متانة العلاقات بين الجانبين وخصوصيتها، ويسهم أيضا في تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بينهما، لا سيما خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات غير مسبوقة تستلزم تفعيل مختلف أطر التنسيق والتعاون. من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال اللقاء على مكانة مصر ومحورية دورها في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأعرب أيضا عن أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين أمانة المجلس ووزارة الخارجية، وذلك لتطوير وتنمية علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، وذلك تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وأيضا للقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التجدسات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى. وخلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، تم استعراض جهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة، سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة، بما فيها إنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بطول 12 كيلومتر لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة. هذا وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مسجد مصر والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به. كما تناول أيضا الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، لا سيما مدينة الجلالة وما تضمه من مناطق ترفيهية وسياحية، وكذلك الموقف التنفيذي للبنية الأساسية لمشروعات الاستصلاح الخاصة بالأراضي في منطقة جنوب الوادي بتوشكا. وخلال الاجتماع تم استعراض جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري، فضلا عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، بما فيها رفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية بالمنطقة، حيث وجه الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير تلك المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث تتضمن مباني خدمات إدارية شاملة على مستوى الجمهورية. وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة السادسة،
النشرة الاقتصادية يقدمها لنا ولكم رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرا أميمة، شكرا أميرة. مشاهدينا، تأثير الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي، كل ذلك نتابعه في هذه الوقفة الاقتصادية. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 6.6%، ذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2020. وأضاف البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة بلغت 8.7%، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه. استعرض مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية وشؤون الديون العام والعاصمة الإدارية الجديدة ياسر رضا، استعرض استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال اجتماعه بمجموعة من سفراء الدول الإفريقية، أشار رضا إلى تسارع وتيرة الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية تمهيدا للانطلاق وبشكل كامل، وموجها الدعوة لسفراء الدول الإفريقية لزيارة معالم العاصمة الجديدة من بينها الحي الحكومي ومباني رئاسة مجلس الوزراء. وشدد رضا على اعتزاز مصر بهويتها الإفريقية وحرص الدولة على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في كافة المجالات مع الأشقاء ذلك من مختلف الدول الإفريقية. تلقي العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي، وأدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى صعود أسعار السلع الأولية وأيضا تراجع البورصات العالمية. تداعيات متلاحقة يشهدها الاقتصاد العالمي جراء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتي تلقي بظلالها على أسعار السلع الأولية وأيضا أداء البورصات في مختلف دول العالم. فللمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات يتخطى سعر برميل النفط عتبة $100، كما قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذات الآمنة في أوقات الاضطرابات، حيث ارتفع المعدن النفيس بنحو 8% منذ بداية فبراير مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. في الوقت نفسه هوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2016 في خطوة دفعت بورصة موسكو إلى تعليق التداول، في حين رفعت البنوك الروسية أسعار صرف النقد الأجنبي بشدة. وعلى صعيد البورصات العالمية تراجعت المؤشرات الأسيوية، كما هبطت أسواق المال الخليجية والأوروبية. ومع استمرار العملية العسكرية الروسية يواجه الاقتصاد العالمي ضربة قوية، خاصة مع توالي الأزمة الدولية التي يواجهها والتي كان آخرها التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورييفا من خطر اقتصادي كبير على المنطقة والعالم بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، مشيرة إلى أن الهجوم يهدد النمو العالمي. أضافت مديرة صندوق النقد الدولي أنه جرى تقييم تداعيات الهجوم الروسي، مشيرة إلى أن الصندوق مستعد لدعم الأعضاء عند الحاجة. وإلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط من مبيعات المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات العرب والمصريين لأشراء. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إيج إكس 30 بنسبة بلغت 3.63% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة. كما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيج إكس 70 بنسبة بلغت 9.2% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة. فيما تراجع أيضا مؤشر إيج إكس 100 بنسبة بلغت 7.28% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة.
وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. يسجل الدولار الأمريكي مشاهدينا 15 جنيها 66 قرشا للشراء مقابل 15 جنيها 75 قرشا للبيع، فيما يسجل اليورو 17 جنيها 50 قرشا للشراء مقابل 17 جنيها 62 قرشا للبيع، فيما وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيها للشراء مقابل 21 جنيها 14 قرشا للبيع. فيما لا وصل به العملات العربية، يسجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات 26 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 29 قرشا للبيع، فيما يسجل الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 20 قرشا للبيع. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث صعدت أسعار الذهب بحوالي 27 جنيها، ذلك في السوق المصرية، ذلك عقب ارتفاع سعر الذهب على الصعيد العالمي إلى مستويات وصلت إلى 1966 دولار بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. على الصعيد المحلي، يسجل الذهب 18737 جنيها للجرام الواحد، فيما يسجل الذهب عيار 21860 جنيها للجرام، فيما يسجل الذهب عيار 24982 جنيها، فيما وصل سعر جنيه الذهب إلى 6880 جنيها. وإلى أسواق البترول العالمي، حيث ارتفعت أسعار النفط بسبب الهجوم الروسي أيضا على أوكرانيا، الذي دفع الأسعار إلى تجاوز حاجز المئة دولار للبرميل، ذلك للمرة الأولى منذ العام 2014. وارتفع مزيج برنت إلى 8.76% إلى مستوى 105.28 دولار في 2014. صعد سعر برميل الخام الأمريكي بنسبة بلغت 8.59% إلى حاجز 100 دولار تقريبا. في بورصة وول ستريت، هبط المؤشر ناسداك المجمع أكثر من 3%، ذلك خلال التعاملات بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. أيضا انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة بلغت 0.91%، كما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز القياسي بنسبة بلغت 1.65%، في حين هوى ناسداك بنسبة بلغت 3.45%. وإلى الأسهم الأوروبية التي تراجعت بنسبة بلغت 3% مع عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، مما أثار مخاوف من نشوب حرب في أوروبا بأسرها، بما يساهم في زيادة التضخم ويعرقل النمو الاقتصادي. انخفض أيضا المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة بلغت 2.9%، يسجل أدنى مستوياته ذلك منذ مايو 2021. وهبط المؤشر داكس الألماني بنسبة بلغت 3.7% إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021، متكبدا أكبر خسارة من موجة بيع ناتجة عن مخاوف متعلقة باعتماد ألمانيا الكبير على واردات الطاقة الروسية. وحد أيضا ارتفاع أسعار النفط من خسائر المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني، الذي تراجع بنسبة بلغت 2.4%. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مرة أخرى إلى أميرة وأميمة، إليكم. شكرا لك رجاء. مشاهدينا الكرام، بأخبار الاقتصاد تنتهي نشرة أخبار الساعة 6 من التلفزيون المصري. والآن إلى العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 74 هدفا عسكريا في أوكرانيا خلال أكثر من 200 هجمة على أوكرانيا. بايدن يدعو مجلس الأمن الوطني للانعقاد لبحث الأزمة الأوكرانية، والناتو يدعو روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا فورا. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وفي أمان الله.